طبعا احنا قاعد نشتغل وشوفون الحدايق ما شاء الله. من يقول شنو؟ مدرين. مكتوب عليه 15 كيلو 15 كيلو. هلا هلا هلا. هالشيء احمر صدق بس شنو لانه هواية اشياء احمر موصين احنا. هسه خلينا نفتح الزوليه. قول يا الله قول يا الله كنشوف اللون مالته. اول ما راح نفتحه ياكل. نطلع بالقنفه الثانيه. تمام فراح احاول اني اشدها على مود شنو افاجئ حسين. هي لونها احمر كلش حلو. طبعا خلصنا من هاي مثل ما شفتوا بالفيديوهات السابقه بقت لنا هاي بقت لنا كم من قطعه. فخليكم ويانا نهايه الفيديو عم تشوفون هاي بقى شلون نتركب القناه. طبعا هيفاء مشتغله ما اقدر تكمل. وهسه جينا انا وبلال راح نكمل الشغل هذا حتى نكمل من هذا التخم ويكمل عندنا قطعتين. عندنا اليدات كملت ثاني مثل ما تشوفون صار لنا 4 قطع. وهسه راح نفضل ونشوف وطونا رايكم بي. وهمنا راح ننتظر الايام الجايه ايش راح يجي. راح نصورهم كلهن وهمنا راح ندمجهم في هذا الفيديو. طبعا احنا قاعد نشتغل وشوفون الحدايق ما شاء الله اللون قلب ابيض كلش حلو. الحدايق هذا الميز مني حبيبي علي بعد الثلج كله بياض. والمانيا تقريبا حاليا بهالوقت هذا كلها بيضه مثل قلوبكم الطيبه. خلينا نشيل ونشوف يا الله. هذا نجي نرجع قطعاته. هاي عندك وحدة اللون مين يجنن. وهاي كذلك كذلك ايضا هاي تبع لي برا المربطة العدلة انت اللي جوا هذيك يمكن تقلبها تقلبها؟ زين العشاق الاحمر طبعا طبعا هذا اللون عشق يعني لون كلش حلو احمر طافي مثل ما تشوفون يتغير اللون اللون يتغير عضو يتغير. يلا يابا نقدر نغير. هاي وين اخليهم؟ خلينا على الرصاصه ونجيب السود هنا. جيب لنا اسود. وهسه هناك ايش يصير؟ هسه حشوفكم اياها. خلينا ناخذ الكراسي ونجيب الكراسي كبير ونجيب ذاك خليه بالنص بهاي الجهه. يلا يا الله بس المكان مو كلش فارغ ورق عادي عادي. ترفع الشباب الزينة. هي 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 ورفعون الشباب. الله محمد جيب هيك بعد شوية. جبت 4 شغلة من بدل هاي الحمراء بالرصاصية الكوشة ككل لنفس القطعة كان. وهسه رجعنا بعد ما شفنا التخم هذا اللي وصل وصلت لنا اليوم أشياء كذلك حلوة. وراح نبديهم بلال سوينا اهم شغله حلوه هسه نشوفها. وهسه الاشياء جتنا هنا كلش حلوات نفتحها مفاجاه نشوف شنو البيئة. وهاي المفاجاه راح نشوف شنو موجود بهذن الصناديق. هذا الصندوق مثل ما تشوفون مسدود من كل الجهات وهذا اسمه حسين. اوكي يعني ولا شغله اشتريناها وشفناها كلها بالانترنت اونلاين. طبعا هي يوميه تقلب وتشوفوا نيمتنا واحنا نقلب. اي والله. وها لا اول شيء خلينا نشوف الزوليه. طبعا هاي الزوليه اشتريناها كذلك من الانترنت همينها على الاونلاين. شوفوها واعطونا رايكم بها. اوكي حب شنو رايك ورا ما ننصب هذا الشيء نفتحها ونشوفه مصر. هو اكيد يلا خلينا نسوي الزوليه ونشوف اللون مالته. يلا راح نشوفها ترهم ويدكم لو ما ترهم لونها. خلينا نفتح الزوليه. قول يا الله قول يا الله كنشوف اللون مالته. اول ما راح نفتحه ياكم. الله تخبل. يا الله اللهم صل على كبيرة؟ محمد. تقول لي كبيرة؟ كبيرة. افتح. بس باع اللون باع اللون باع اللون. اللهم صل على محمد. الله اللون الحلو.
اللون يجنن. طبعا وصلناها بالانترنت وكنا خايفين ما تطلع ويا الديكور مالتنا، وطلعت ويا الديكور، طلعت كلش حلوه. الالوان اللي اريدها الابيض الرصاصي الكوشه يوسف بقى لا تتنام بالقاع، وحتى الكوشات رحمه وياها. تمام، اعطونا رايكم بزولي. لازم بالنسبه لي كلش عجبتني، تحفه والله، الوانها كلش متناسقه ويا التخم. حبايبي شنو رايكم بذوق حسين؟ والله ذوقي رايكم، اعطونا قولوا لنا لايكات ويا الهول ولا لا. انا اقول لك رحمات كلش بعد الليست مالتنا بعد الاضاءه اي لا لا راح نبدلها نجيب اضاءه، وبعد شوي حركات هنا راح نحط تحفيات وهالاشياء زغنونين. بس اللون مال زوليه هنا شوفين الزوليه الثانيه اي، وهاي تجي جوا الميز. هاي الزولية الثانية كذلك هي نفسها بس جوا الميز مع الطعام، نفس النسخة جوا الميز الطعام كلش حلوة جدتي. وهسه بلال مسوي لنا شغلة تجنن، الميز مع الطعام، مو مع الطعام، الميز اللي يصير بالنص ما قاعدة كمله وشده وخليه نجيبه ونشوفكم اياه. شي يا الله يا الله يلا حبوا لا تزمه من الجامع هاي. الله الله الله، تعال شوفوا اجى الميز، شوفوا الجمال. الميز بسيط بس بنقشه حلوه من جوا، بنقشه حلوه ما اعرف مبينه او ما مبينه، النقشه هاي كلش حلوه. وهسه من هنا بعدين نقعد على شغله حلوه، نقعد على اشياء حلوه. وهسه شنو هسه حبايبي ترى وصلنا فتح الاشياء هذا مني. يلا يلا خلينا نشوف هذا شنو موجود. بلا شي تقول ترى شنو هديه هديه يعني من فرنسا مفاجئني. من يقول شنو مكتوب عليه 15 كيلو 15 كيلو والله انا اتوقع 10 ببالي بس ما اعرف لان احنا وين وصلنا اشياء، فخلنا نفتح ونشوف شنو هاي. ويمكن انا مو وصل شغلات بلا ما تعرف. اه وش تتوقع؟ على حسابك على حسابي. بعدها مسلسل من بين شيء احمر ترى ترى والله شيء احمر. الله 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 هالشيء احمر احمر صدق بس شنو هو؟ لانه هواي اشياء احمر موصين احنا ما راح يطلع هيك اذا عينكم كل لا ترى الله 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 وانا تلفزيون لا اوه تلفزيون احمر او ماي جاد ما عاد ما عاد مبين. يلا يلا فك 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 خلينا نفك هذا كرسي. شوف شنو الموجود هذا هنا كرسي. طبعا نقول هيدا ذوقه ذوقك ذوقه بس كبير كلش. الله بعد جمال بس بعد جمال بعد جمال رهيب. الضوي اكثر من التخم رهيب. ويا هاي انا طافي ويا هاي كلش حلو رهيب كلش رهيب. وبعد الجنبي الشغله هسه نفتح مالته المقعد ونشوفه حلو ولا لا. الله تلعب النفس شوفونا هاي. الله 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 هاي شنو اوه يلا شدوا هسه قعدوني شدوا هاي الخارطة مالتي يعني. يلا حبيبي قعد سعد يلا واحد اثنين نحتاج له واحد جسم يعني اللي جسمه ضعيف ميجي. طلعي ما تقبل تطلع تقول انا ايش حيجيب من هذا المكان مشقوق اني طلع عن مكرحات مال يا بتجي. الله الله ايش قد حلوه نفتحها كيوت نقول يا الله شوفوا الجماليه هاي شنو هاي فتحات مال هاي فتحات مالته مال الكشوف كلش حلو اللون شوفوا الجماليه كلش حلو هاي طبله هاي قوم اقعد هاي شنو هاي؟ تحطين عليه؟ لا ما بشي. شنو هاي؟ شوفوا هسه جيب لنا هاي بلاد ايش راح تصير؟ راح تصير؟ ما راح تصير؟ تخم القاعدة مالته هيج بس باع الاناقة باع ايش قد حلو باع الجمال الجمال عالمي. هاي هي فاحة تشبع جلسات الصور على هذا المكان الجمال مالته عالمي كلش حلو اي وناصي طبعا ناصي هذا كذلك اشتريناه اونلاين يعني ما توقعنا حيجي اول ما نشوفه
يعني مكتوب احمر بس واحد ما يقدر يقول شنو نسبه الحمر مالته اللي حتى الالوان ويا البرده يعني قاعد ويا البردات لتنسيق الاحمر بس كلش حلو عجبني. يلا خلينا نصور كمل استاذ بلال الشغل مالته وخلينا نشوف في يقول حلو مو حلو. حلو الله ليش بسوي الكرسي ما يعرسكم والله عالمي قاعد على قاعد لا بشوف على صبه اصدقائنا وهسه كمل الشغل والكرسي كمل المكان صار كلش حلو والقعده حلوه بس ها اعطونا رايكم بيه اعطونا وشنو النقص شنو الاشياء اللي يعني وشوفوا شنو النقص بعد موجود تقريبا ماكو نقص موجود شيء قليل بس ملت الصاله تقريبا ملت هواي عندنا ضاء بعد الاضاءه نقص وعندنا هنا هواي امور ناقصه بس شنو بس احنا قاعد نجيب شغله من الانترنت وحتى التصوير اللي قاعد اشوفه هو مو يوم واحد اكثر من يوم بس انا بصراحه يعني هذا الشكل كلش عجبني مثل ما قاعد اشوفه ملكي وهنا ناقصنا بعد واحد نفسه ناقصنا بعد واحد نفسه حتى هم من بلاي يسوي لنا اياه وخليكم وخلينا نكمل الفيديو يابا وهسه وين هسه كذلك جتنا اغراض وهم حبينا نشوفكم اياها وهسه احنا موجودين بالمطبخ وهن الاغراض هذني مال المطبخ راح نفتحهن هسه ونشدهن وكذلك اعطونا رايكم بيها وان شاء الله طلعنا حلوات ويفاه سوينا عصير حاليا وهذني الحلوات مالتنا شنو رايكم بيهن الكنابه الحلوات راح يشوفون شغلنا يلا ابقوا ويانا وحتى نكمل شغل مالتنا. هسه اللمسات الأخيرة يمكن صارنا ساعتين ونص لساعات كان يشتغل بيه بس يعني يستاهل التعب وآخر شيء يعني لما برقية ويانا كان ما كمل الموضوع تحياتنا لبرقية الله يحفظك الله يداوي ونرجع نقول لبرقية يابا اللي يحتاج حجامة يجي هنا موجود بماربوك طبعا الحجامة ما شاء الله عادية كلش خفيفة وبنفس اليوم الصحة ترجع لك. سيابة وصلنا لنهاية هذا الميز ومثل ما تشوفون صار يجنن هنا اثنين كراسي وهاي القعدة كبيرة وها أول أول ناس راح يدشنون هذا الميز هم عائلة الشيف سنان تمام الميز طبعا ينفتح ويتكبر ويصير كبير وأصدقائنا
نشكركم المتابعة. اليوم وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله الفيديو عجبكم، وانتظروا الفيديوهات الجاية، راح نجيب اشياء جديدة واشياء حلوة، وبعد شغل مستمر والشغل طويل، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. باي.